مساء النور والبركة. النشرة الإخبارية من تلفزيون سما، إليكم أبرز عناوينها. أبناء القنيطرة والجولان المحتل يحيون ذكرى الأربعين للإضراب الوطني الشامل. شهيد في جنين واستمرار الاعتداءات على أهالي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. الكرملين: تخلي أوكرانيا عن الانضمام إلى الناتو يساعد في التفاوض بشأن الضمانات الأمنية. أحيا أبناء القنيطرة والجولان السوري المحتل الذكرى الأربعين للإضراب الوطني العام الذي أعلنه أهالي قرى الجولان المحتل عام 1982 رفضا لقرار الاحتلال بضم الجولان إلى الكيان المصطنع. أتينا لنقف مع أهلنا في الجولان ولنثبت للعالم بأسره بأننا نحن شعب واحد، وسنقف في وجه هذا الاستعمار ما دامت الشمس تشرق، ولن نتنازل عن حقنا قيد أنملة. أتينا لنقف مع أهلنا الذين تشبثوا بالأرض والذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل بقائهم وفي سبيل الدفاع عن أرضهم وعرضهم. يا أهلنا في الجولان، نحن معكم ولن نترككم، ونشد على أيديكم ونقف معكم ولنثبت للعالم بأسره بأننا نحن طلاب السلام، ونحن الحق، ونحن من سيدحر هذا العدو، هذا العدو الغاشم. في الذكرى الأربعين للإضراب الوطني الشامل في الجولان السوري المحتل رفضا لقرار الاحتلال الإسرائيلي الباطل بضم الجولان، جدد أهلنا فيه التأكيد على أنه لا بديل عن الهوية العربية السورية. وفي تصريحه أكد الشيخ عاطف شعلان مختار الجولان السوري أن من وقفوا بوجه الاحتلال عام 1982 يقفون اليوم ليسقطوا كل مخططاته. سنبقى شجعانا بطريق سعادتنا ونستمر على هذا النهج مهما صعبت الظروف. إخواني في التوحيد والوطنية والعروبة، أنتم من سلالة عريقة في الكرم والمكارم وركن من أركان التوحيد والوطن. كنتم وعشتم كما كانوا وعشوا الآباء والأجداد على صدق التعامل بولاكم لتلك الأركان، ثابتين على هذا السلوك. عاش الوطن وعاشت العروبة وعاشت سوريا بشعبها وقيادتها وجيشها ورئيسها سيادة الدكتور بشار الأسد. بعد الأحداث الأخيرة في أحياء الحسكة الجنوبية، بدأت نوايا الاحتلال الأمريكي تتكشف بالسعي لبناء قاعدة عسكرية غير شرعية للربط بين سجن غويران وسجن الثانوية الصناعية وتوسيع وصايته على أخطر سجناء الإرهاب في العالم. تتكشف أهداف الأحداث التي شهدتها الأحياء الجنوبية لمدينة الحسكة على الأرض شيئا فشيء مع سعي الاحتلال الأمريكي لتسوية المباني التعليمية مع الأرض بعد تدميرها بصواريخ الطائرات بحجة ملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي الفارين من السجن. والظاهر أن الاحتلال يعد العدة لبناء قاعدة عسكرية غير شرعية في المنطقة لربط سجن غويران بسجن الثانوية الصناعية، بما يتيح له تعزيز وصايته على أخطر سجناء الإرهاب في العالم واستخدامهم لاحقا عند الحاجة. الغاية من هذه العملية هي تهريب من تم تهريبهم من داعش، من قيادات داعش، كي يعيدوا إنتاج هذا المنتج الأمريكي. وثانيا وصل السجن الثانوية الصناعية مع سجن غويران مع القاعدة الأمريكية التي في المنطقة كي يكون هناك ربط لهذه السجون مع القاعدة الأمريكية، ذلك عبر تسوية
وذلك عبر تسوية المباني بالأرض وعبر تدميرها بشكل ممنهج إن كان جزئيا أو كليا، لأنه بعد التدمير مباشرة بدأت الجرافات بإزالة كل معالم المباني. ومع استمرار ميليشيا قسد بالتعنت في تسليم المباني الجامعية لأنها باتت هدفا أمريكيا واضحا، يواجه طلاب الحسكة خطر نقل تعليمهم الجامعي نحو محافظات أخرى أمام تعثر توفير أي مبان بديلة عن مباني الكنيات المدمرة والمستولى عليها. هناك مقترح أن يسلموا كلية الهندسة الزراعية. كلية الهندسة الزراعية لا علاقة لها بما يجري في غويران، هي غرب الحسكي وغويران جنوب شرق الحسكي، فكيف لها علاقة لها بها أبدا. الموضوع نحن بالنتيجة سندخل طلابنا إلى المدارس والجامعات، فإذا لم نتمكن وليس لدينا الإمكانية في المحافظة في الواقع، فيجب أن نجد البدائل، والآن نبحث نحن عن البدائل، قد تكون خارج المحافظة على أغلب الاحتمالات. يواصل الاحتلال الأمريكي مخطط التجهيل من خلال تدمير المنشآت التعليمية والتخطيط لتحويلها لقواعد غير شرعية له في المنطقة، ما يهدد مستقبل التعليم الجامعي ويرغم الجهات الحكومية على نقل الطلاب إلى محافظات أخرى لضمان استمرار تلقيهم التعليم. أيهم مرعي، لقناة سما، مدينة الحسكة. كشفت روسيا عن معلومات حول نية الاستخبارات الأمريكية استغلال خلايا إرهابية متطرفة نائمة في سوريا لتنفيذ هجمات ضد الجيش العربي السوري. أوليغ سيرومولوتوف نائب وزير الخارجية الروسي قال إن مجموعة القوات الروسية في سوريا تملك معلومات عن وجود خطط لتعبئة متطرفين نائمين في سوريا لتنفيذ هجمات ضد الجيش السوري والعسكريين الروس والإيرانيين. ولفت سيرومولوتوف إلى أن القوات الروسية في سوريا تتخذ إجراءات مناسبة للتعامل مع أي حوادث محتملة من هذا النوع. هذا واعتبر الدبلوماسي الروسي أن ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب تشكل أخطر تحد عابر للحدود يواجه المجتمع الدولي. بينما تجري ترتيبات لتنفيذ التسوية في منطقة جديدة من مناطق محافظة ريف دمشق، شهد مركز بلدة مسكنة بريف حلب الشرقي تسوية أوضاع العشرات من أبناء المحافظة. هذا وتبذل الجهة المختصة بالتعاون مع شيوخ ووجهاء العشائر قصارى جهدها في التوصل بل في التواصل مع الأهالي وتأمين كل التسهيلات اللازمة لاحتضان أبناء الوطن الذين غرر بهم وعادوا إلى جادة الصواب ليشاركوا في إعمار الوطن والنهوض به. كذلك تواصلت عملية التسوية في مركز السبخة بريف الرقة الشرقية. من خلال هذه المكرمة العظيمة التي قدمها قائد هذا الوطن للشعب العظيم والصفح عنه ليعودوا إلى حضن هذا الوطن. طبعا الوطن لا يعمر إلا بأهاليه، وندعو أهالينا إلى هذه التسوية والمكرمة العظيمة لبناء هذا الوطن. كنت ساكنة بالرقة وكنت خايف أنه أجي أسوي تسوية هين، يعني أنه مترددة، وجيت الحمد لله والله حيل أمور زينة وسهلة، ما كنت متوقع هيك والله. أنصح أنه جون سوي تسوية، يعني الواحد لما إذا ما يشوفه بعينه ما يصدق، يعني أنا شفت بعيني الحمد لله، ما كنت خايف والله متردد إنه أجي، بس الحمد لله ما مو مثل ما كنت أتوقع خالص. جيت سويت وضعي مع الشباب وأنصح الأخوة المتغربين بالعودة إلى الوطن، إعادة أعمارهم وإعادة البلد، وهذا الوطن ما نقدر نعوفه. جيت أسوي تسوية منحة من سيادة الرئيس إن جميع المواطنين السوريين، والله كويسة وما بي أي شيء الحمد لله، وكل شيء تمام واستقبال كويس وجيد جدا، يعني وما في أي مشكلة الحمد لله. وننصح الأخوان يجون يسوون تسوية للشباب المتغربة، للشباب الحاضرة الغايب، كلها تسوي تسوية. أنا أجد أسوي تسوية وأنصح كل أخ الأخوان يجون يسوون تسوية كمان للشباب، والمعاملة غير شكل تمام. هذا وتواصلت في مركز صالة العامل بمدينة دير الزور عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة، والتي انضم إليها أكثر من 30,000 من المطلوبين. الأقبال جيد جدا، ونحث احنا أبنائنا بالمنطقة بالأخص
بالجزيرة السورية، أبنائنا العسكريين الفارين العليم احتياط المدنيين للالتحاق بمكرمة السيد الرئيس، وإن شاء الله وتعالى أن تتحرر سوريا من الأمريكي من الاحتلال التركي بجهود بقيادة السيد الرئيس وبوجود الجيش العربي السوري وبهمة الشرفاء أبناء العشائر والقبائل السورية. كفى، نقولهم كفى كفى. جاي أعمل تسوية، تخلف عن الجيش. والله جاي أسوي وضعي هون وأضبط أموري. إجراءات سهلة جدا والأمور تمام الحمد لله. أي شاب كان برات البلد ورجوات البلد يرجع البلد لأنه ما له غير البلد. تسوية وضعك كويس وجيد، وأنصح كل شيء واحد عليه احتياط عليه عسكرية بيجي يخدم الوطن. جينا عملنا مصالحة مع الجيش العربي السوري، ونشكر سيادة الرئيس بشار حافظ الأسد على هذه التسوية. ندعو جميع الشباب يعملون تسوية لتحكم الجيش العربي السوري. الله يعطيهم العافية، ما تلقون الناس برحب سلام ما بشي الحمد لله، ورجع الواحد إلى وطنه بخير. تسوية المكرمة من السيد الرئيس بشار الأسد، الله يجزي الخير ويجزي العالم على وطنها وأهاليها، والحمد لله الوضع زين وممتاز جدا. يعني جايين من الجزيرة وجايين على الوطن، جايين نشكر سيادة الرئيس على هالفضل اللي فضلوا علينا، وننصح أخوتنا وأهلنا كل إنسان يرجع لوطنه ولبلده. لبلدنا وعملنا تسوية وما حدا يحكي مع أي مواطن، كل مواطن يرجع معزز مكرم ومكرمة من السيد الرئيس لأبناء محافظة دير الزور، ومشكور السيد الرئيس على هذه المكرمة. أعلن الحشد الشعبي العراقي إكمال خطة الخنادق في حوض نفط خانة أقصى خانة هو أقصى شرقي ديالى لتأمين الحقول. من جانب آخر تتواصل في صلاح الدين ولليوم السابع العمليات الأمنية في جزيرة البومرموس الواقع بين منطقتي الدور ومكيشفة لتأمينها من فلول داعش. تمت المباشرة من قبل 8 أيام تقريبا على جزيرة المرصوص أو المرصوص الواقع بين الدور ومكيشفة العوجة يعني شرق دجلة. تم الاستيلاء على مجموعة مضافات 14 أو 15 مضافة. هذه الجزرة كانت محط مهم لداعش، تقدر تسويها يعني معسكر لداعش من هذا المكان. مثل ما تلاحظ صعوبة الأرض وكثافة القصب والأحراش الموجودة، كان منطلق داعش من هذا المكان. يعني العملية تنفذ بهذه المناطق من هذا خلال هذه المناطق، لأن هذا المكان تقدر مأمن أو صعوبة الأجهزة الأمنية الموجودة بالدخول لهذا المكان. نطمن أهلنا وأحبائنا في هذه المناطق بأن الحيد الشعبي يكون سد منيع وعلى جهوزية عالية لحماية هذه المناطق. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن ما يدعيه العدوان من استخدامنا الأماكن المدنية لأغراض عسكرية تبرير لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين. وأكد العميد يحيى السريع أن استهداف المنشآت المدنية والوزارات لا يمر دون عقاب. يأتي ذلك بعدما استهدفت طائرات تحالف العدوان وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية شمال صنعاء. أكدت سوريا أن استمرار الممارسات الوحشية الإسرائيلية المتمثلة في مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين هي ممارسات لا شرعية، داعية المنظمات الدولية والإنسانية إلى وقفها. هذا واندلعت مواجهات عنيفة في منطقتي الشيخ جراح بالقدس وسيلة الحارثية في جنين بالضفة الغربية، وأدت الاشتباكات المستمرة لاستشهاد شاب فلسطيني وإصابة عشرات آخرين. الاحتلال الإسرائيلي يعود مجددا ليختبر الذي جربه وفشل. حي الشيخ جراح في القدس المحتلة يعود إلى الواجهة، الحي الحلم والكابوس لإسرائيل. فقضية الحي لم تكن مجرد طرد سكان من منازلهم،
إنها قضية كرامة وصمود وقضية إثبات وجود، والأهم ارتباط اسمه بهزيمة كيان الاحتلال في معركة سيف القدس التي لم تنهي عامها الأول والتي بدأت شرارتها من الشيخ جراح. مئات المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال اقتحموا الحي مجددا واعتدوا على سكانه بعد إعلان عضو الكنيسة إتمار بن غفير نقل مكتبه إلى الحي، وذلك من أجل توفير الحماية للمستوطنين وطرد الفلسطينيين من بيوتهم. لماذا الشيخ جراح؟ المقدسيون يجيبون: هو الحي الأقرب للوصول إلى الأقصى بعدما جرى تفريغ العديد من الأحياء الفلسطينية المحادية له من سكانها كحي الصوانة، بلدة الطور، شرق المسجد الأقصى. والضغط الدائم على الشيخ جراح يعني أن المستهدف هو المسجد الأقصى، وهبة الشيخ جراح أصبحت منطقية لمعرفة أهلها والمقدسيين جميعا المصير المنتظر إنهم سكتوا على ما ينتظرهم من مخططات لأسرلة المنطقة بالكامل. فالحي أصبح قضية رأي عام، وهو ما دعا الاتحاد الأوروبي لتوبيخ كيان الاحتلال داعيا إياه لوقف الاستفزازات التي قد تسوق فلسطين والمنطقة معها إلى حرب جديدة أعتى من سيف القدس بمراحل. هبة الأهالي في الشيخ جراح جاءت أيضا تضامنا مع عائلة سالم المهدد منزلهم بالإخلاء، وأيضا مع هدم منزل الأسير محمود جرادات في جنين الذي أصبح ركاما بعدما فجرته قوات الاحتلال أمام أعين أطفاله لتوجه ابنته رسالة قائلة: هم بيهدوا دار إحنا بنبني مية، عادي مش مفرقة معانا ولا أي إشي، كل في دا بابا وفي دا الوطن وفي دا فلسطين والقدس. جنين لم تتأخر في الرد أيضا، وذلك بعد استشهاد الشاب محمد أكرم أبو صلاح إثر المواجهة في القرية، ليطلق المقاومون عملية بأس جنين مستهدفين مباشرة تمركزا لجنود الاحتلال. قضية الشيخ جراح بدأت كبيرة ويبدو أنها لم تنتهي، فالقضية اليوم باتت مرتبطة برأي عام عالمي يرى ويسمع كل أخبارها، الأمر الذي شكل حاجزا بين الحي وبين الطموح الإسرائيلي في اقتلاعه من جذوره. أعلن رئيس الدوما الروسي فلاديمير فولودين أن المجلس سيبحث غدا مشروعي قرارين بشأن التوجه للرئيس فلاديمير بوتين بطلب الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونتسك ولوغانسك. وشدد فولودين على أن قيام واشنطن بتصعيد التوتر وتزويد أوكرانيا بالأسلحة بالتعاون مع الدول الأوروبية، إضافة إلى استمرار كييف في عدم الامتثال لاتفاقيات مينسك، كل هذا يشكل تهديدات ومخاطر على حياة مواطنين القاطنين في جمهورية دونتسك ولوغانسك الشعبيتين. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن تخلي أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى الناتو من شأنه أن يساعد في التفاوض بشأن الضمانات الأمنية التي طالبت روسيا بها. كذلك أكد بيسكوف أن موسكو ليست مستعدة لنقل الحوار مع واشنطن وحلف الناتو حول الأمن الاستراتيجي إلى مفاوضات تمتد لسنوات، لأن الأمر يتعلق بتهديد حقيقي للأمن القومي الروسي. رفض أوكرانيا بشكل رسمي لموضوع الانضمام إلى الحلف سيساعد في صياغة رد ملموس على مخاوف روسيا الأمنية. هذه الخطوة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في صياغة رد أكثر جدوى على المخاوف الروسية. جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض بلاده لتمدد حلف الناتو إلى الشرق، واصفا إياه بأنه عملية لا نهاية لها وخطيرة جدا. وخلال لقاء أجره مع وزير الخارجية سيرجي لافروف، ذكر بوتين أنه ينتظر منه ملاحظات حول رد الدول الغربية على المقترحات التي بعثتها روسيا إلى الولايات المتحدة والناتو. من جانبه أشار لافروف إلى أن الخارجية أعدت جوابا على رد واشنطن والناتو على المقترحات الروسية للضمانات الأمنية، وتمت صياغته في 10 صفحات.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن النشاط العسكري للولايات المتحدة في أقصى شرق روسيا يبدو غير مفهوم وغير مبرر. وخلال اجتماع مع فلاديمير بوتين استعرض شويغو سير التدريبات الواسعة النطاق التي تجريها بلاده في الوقت الحالي. وقال شويغو إنها تجري بمشاركة جميع المناطق العسكرية وجميع الأساطيل الحربية الروسية. أجرت السفن الحربية الروسية التابعة للأسطول المحيط الهادئ مناورات أطلقت خلالها نيران المدفعية على أهداف سطحية تحاكي سفن العدو في بحر أختسك. قالت وزارة دفاع ليتوانيا إن وحدة إضافية من الجيش الألماني ستصل إلى أراضيها ضمن الكتيبة التابعة للناتو. ومع تنامي المخاوف من اندلاع حرب مع روسيا وسط أزمة أوكرانيا، انطلقت من مدينة مانستر الألمانية الشاحنات الأولى التي تحمل إمدادات لجنود إضافيين. هذا وأرسلت برلين نحو 350 جنديا إضافيا مع نحو 100 مركبة إلى وحدة الناتو في ليتوانيا الخاضعة لقيادتها. أما الآن مشاهدينا فإليكم آخر أخبار الاقتصاد وخالد حسواني. مساء الخير خالد. مساء النور وفاء، يعطيك العافية. أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية. خلال جلسة لمجلس الشعب، وزير المالية: تأخير تقديم البيانات ناجم عن فقدان الوثائق. وعرنوس يؤكد على الاستمرار ببذل كل الجهود والطاقات المتاحة للإسراع بإنجاز المشاريع قيد التنفيذ ووضعها بالخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة. أهلا بكم من جديد. ناقش مجلس الشعب مشروعي القانونين المتضمنين قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، وأحالهما إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراستهما وإعداد التقارير اللازمة بشأنهما. وفي مداخلاتهم انتقد عدد من الأعضاء عدم تحسن الإنفاق على الموازنة الاستثمارية عام 2017 و18 مقارنة بالأعوام التي سبقتهما. وفي رده قال وزير المالية الدكتور كنان ياغي إن تقديم قطع الحساب الختامي للسنتين الماليتين 2017 و18 يأتي بهدف الانتهاء من مخالفة قديمة، ونعمل ضمن خطة العام الجاري على الانتهاء من قطع حسابات السنوات السابقة، مبينا أن التأخير الحاصل في تقديم قطع حسابات السنوات السابقة سببه فقدان وضياع الأصول والوثائق للجهات العامة نتيجة الحرب، موضحا أن هناك حاليا ورشة عمل في الوزارة والجهاز المركزي للرقابة المالية للانتهاء من قطع حسابات السنوات السابقة المتبقية. ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اجتماع عمل ضم المعنيين بقطاعات الموارد المائية والكهرباء والمشتقات النفطية، وأكد على الاستمرار ببذل كل الجهود والطاقات المتاحة للإسراع بإنجاز المشاريع قيد التنفيذ ووضعها بالخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة. وأكد المجتمعون على إعطاء الأولوية التامة للمشاريع ذات الأهمية والتي تحقق انفراجات واضحة في مستوى الخدمات المقدمة وتحتاج إلى تتبع بشكل يومي، وتشمل مشاريع المياه وصيانة الشبكات والتقليل من الفاقد والحد من الهدر وتأمين مصادر مياه لبعض التجمعات السكنية في عدد من المحافظات وزيادة رقعة الأراضي الزراعية البروية.
كما تم التأكيد على المتابعة الحثيثة للمشاريع الكهربائية التي تتضمن إعادة تأهيل محطة توليد حلب وإنجاز محطة توليد الرستن في اللاذقية بالتعاون والتنسيق مع شركاء التعاون الدولي، إضافة إلى المشاريع الكهروضوئية التي يتم تنفيذها حاليا. يقترب عدد المستفيدين من برنامج دعم أسعار الفائدة الذي تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى 200 مشروع زراعي وصناعي، حيث تم تحديد نطاق تطبيق البرنامج انطلاقا من مجموعة اعتبارات تتعلق بالأولوية التنموية والتوزع الجغرافي للمشاريع. هذا وتركزت القروض الممنوحة بأسعار فائدة مدعومة على مشاريع على مشاريع صناعة الأقمشة المصنرة والخيوط والمصابغ والكرتون وتيوبات الألمنيوم، إضافة إلى إعادة تأهيل بعض المنشآت المتضررة في محافظة حلب المختصة بإنتاج الأدوية والنسيج الآلي والسجاد. فيما تركزت القروض الممنوحة بأسعار فائدة مدعومة في المجال الزراعي بشكل خاص على المداجن والمباقر والأسمدة. بيّنت المهندسة ريا عرفات مدير المعلوماتية في وزارة النقل أن عدد طلبات الاعتراض المقدمة للوزارة من المواطنين الذين تم استثناؤهم من الدعم بسبب امتلاك سيارة حتى الآن وصل إلى نحو 61 ألف طلب، تمت معالجة أكثر من 55 ألفا منها سواء بقبولها وفق المعايير أو رفضها. وأشارت الوزارة إلى أن معالجة الطلبات وتدقيقها مستمران وفق المعايير التي تم إقرارها بما يخص موضوع السيارات، وهي لكل موظف دائم أو مؤقت أو متقاعد مدني أو عسكري معين على سلم الرواتب والأجور، وتم استثناؤه من الدعم بسبب امتلاكه سيارة واحدة فقط، تتم إعادة الدعم له بعد تقديمه طلب اعتراض على الموقع الإلكتروني والتدقيق به بغض النظر عن تاريخ تملكه للسيارة. ولا يشمل قرار الاستثناء من الدعم مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بكل أشكالها ومهما كان عددها، وأن الدعم يشمل مالكي السيارات التي سعة محركها وسنة الصنع أقل من 2008 والسيارات من حالات مسروقة أو محروقة مدمرة أو نقل قيد، وذلك بعد معالجة بياناتها في مديريات النقل. بيّن الدكتور هادي عثمان مدير الشركة العامة للخيوط القطنية في اللاذقية أن الشركة وضعت خطة لإنجاز مشروع لإنتاج خيوط الكومباكت خلال العام الحالي، وقد تم الإعلان عنه بمناقصة، حيث سيتم تعديل بعض الآلات العاملة في الشركة. وعن أهمية هذا المشروع أشار عثمان إلى أن الكومباكت يتم استيراده من الخارج، وعند تنفيذ المشروع سيتم توفير القطع الصعب، لافتا إلى أن وضع خطة لاستخدام 3 مبردات لتحقيق ظروف عمل مناسبة للعمل والعامل، إضافة إلى مشروع تجهيزات مخبرية لتحسين جودة الخيط بمواصفات عالية. وأضاف عثمان حيث باعت الشركة العام الماضي غزولا بقيمة 20 مليار و700 مليون ليرة، منها 10 مليارات ليرة أرباحا محققة. انحصرت الأضرار الناتجة عن العاصفة خلال الأسبوع الماضي في شعبة زراعة الغاب بحماة عين الكروم وشطحة، وقد تم إحصاء الأضرار من الكادر الزراعي، حيث بلغ الضرر 100 طن ورفعها إلى صندوق الكوارث في وزارة الزراعة. هذا وأجلت المؤسسة العامة للتبغ ديون المزارعين المتضررين، إضافة لإعفائهم من 8 الشطول المستجرة من مشاتل المؤازرة واستلام الكميات المتضررة منهم بأسعار جيدة. كذلك تم البدء بتوزيع مواد الخطة الزراعية من أسمدة وأدوية للمزارعين للموسم القادم 2022 و2023 للبدء بتسجيل المساكب لاستقبال الموسم القادم. إلى ذلك تم استلام 3,500,000 كيلو بقيمة تقديرية وصلت إلى 11 مليار ليرة سورية.
تتابع وزارة الموارد المائية تنفيذ عدد من مشروعات دعم الوارد المائي في محافظة اللاذقية، سواء المتعلقة منها بزيادة كمية مياه الشرب أو إدخال الطاقات البديلة في تشغيل الآبار، فضلا عن إنشاء السدود لرفع طاقة المياه المخزنة. بغية دعم الوارد المائي في محافظة اللاذقية، اطلع وزير الموارد المائية تمام رعد على سير العمل في محطة تصفية مياه بحيرة 16 تشرين وسد برادون وبئر المران بريف القرداحة، مؤكدا أن محطة تصفية مياه البحيرة ستسهم بدعم الوارد اليومي لمياه الشرب في محافظة اللاذقية والتجمعات السكنية على مسار الخط. الاطلاع على الواقع الجديد للنهج المتبع بوزارة الموارد المائية، قمنا بزيارة لبئر المراني حيث نقوم بتركيب طاقة شمسية لهذا البئر. هذه التقنية الجديدة التي أدخلت إلى وزارة الموارد المائية، حيث قمنا بعام 2021 بوضع ما يقارب 94 بئر على الطاقة الشمسية. الجولة جاءت أيضا لدعم الخطة التي وضعتها الوزارة العام الماضي، والتي تقضي بتشغيل 94 بئرا على مستوى سوريا عبر الطاقة البديلة ورصد ما لا يقل عن 10% من موازنة مؤسسات المياه للتحول للطاقة الشمسية على الآبار، في الوقت الذي تتشابك فيه جهود العمال لتنفيذ ما يلزم لدعم الوارد المائي. نحن رح نستفاد من مياه 16 تشرين، من مياه 16 تشرين وتصفيتها هون وضخها إلى مدينة اللاذقية. بده يصير الضخ من المشروع هون للخزان الرئيسي بالمدينة اللي ساعته 50,000 متر مكعب. المعوقات اللي ذكرناها أمام السيد الوزير هي فقط بس مادة المازوت، الدعم بمادة المازوت، ونحن حاصلين على موافقة من رئاسة الحكومة بدعم من السيد رئيس الحكومة بدعم السدين بتزويدهم بمادة المازوت، لكن نحن نتوقف عنهم حاليا. وإذا كان الوضع استمر أكثر من يومين ثلاثة، نحن رح نضطر للتوقف عن العمل بشكل كلي. إن شاء الله بالنسبة لتنفيذ سد برادون ما عاد في ولا إشكال فني، نعمل مع مؤسسة الإسكان كتفا لكتف لإنجازه ضمن المدة المحددة لضرورة إنجازه. كون سد برادون يؤمن دعم الساحل وسط 16 تشرين ب 100 مليون متر مكعب، تتيح لنا دعم العمليات الزراعية وعمليات مياه الشرب. قامت المؤسسة بالتعاون مع الوزارة والتعاون مع بيتا بتنفيذ الطاقة الشمسية، تشغيل الطاقة الشمسية وتنفيذها بحدود 85 لوح الطاقة الشمسية تم تنفيذها. صار عندنا دعم الحمد لله كبير، وصار بيوفرنا كتير مياه الحمد لله، وربما صار نشرب بشكل يعني تقريبا مقبول. دائما نحن نطلب المزيد إن شاء الله، ولكن الحمد لله هالمشروع كتير يعني ريحنا كل القرى اللي عم تستفاد من هذا المشروع. همة عالية يتسم بها العمال، تساندها آليات تعمل لدعم الوارد المائي في المحافظة. من ريف اللاذقية، باسم عباس، قناة السما الفضائية. مشاهدينا، أخبار الاقتصاد انتهت، وعودة إلى وفاء. شكرا، يعطيك العافية. أهلا بكم. لا توجد طريقة مؤكدة للوقاية من سرطان الرئة، ولكن يمكن تقليل مخاطر الإصابة به من خلال الامتناع عن التدخين أو الإقلاع عنه، وتجنب التدخين السلبي، ومجموعة من النصائح الأخرى. سرطان الرئة هو نوع من السرطانات يبدأ في الرئتين، والأشخاص المدخنون أكثر عرضة للإصابة به. ويرى الأطباء أن التدخين يسبب سرطان الرئة من خلال إتلاف الخلايا المبطنة للرئتين، فعندما تستنشق دخان السجائر المليئة بالمواد المسببة للسرطان تبدأ تغيرات في أنسجة الرئة على الفور تقريباً، ولا يتسبب في ظهور علامات وأعراض في مراحله الأولى، وتظهر عادة عند تقدم المرض، ومنها سعال جديد لا يزول، سعال الدم ولو بكمية قليلة، ضيق النفس، ألم في الصدر، بحة الصوت، فقدان الوزن دون محاولة، ألم العظام والصداع،
عندها يجب مراجعة الطبيب فورا، وهناك عدد من العوامل التي قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة، ومنها زيادة عدد السجائر التي تدخن يوميا وعدد سنوات التدخين والتعرض للتدخين السلبي حتى ولو كان غير مدخن والعلاج الإشعاعي السابق والتعرض لغاز الرادون والتعرض للمواد المسرطنة والتاريخ العائلي للإصابة بسرطان الرئة. يمكن أن يسبب السرطان الذي ينتشر ألما أو غثيانا أو صداعا أو مؤشرات مرض وأعراض أخرى حسب العضو المصاب، وبمجرد انتشار سرطان الرئة خارج الرئتين لا يمكن علاجه بشكل عام، وتتوفر علاجات لتقليل مؤشرات المرض والأعراض أو للمساعدة على البقاء على قيد الحياة فترة أطول. ولا توجد طريقة مؤكدة للوقاية من سرطان الرئة، ولكن يمكن تقليل المخاطر من خلال الامتناع عن التدخين أو الإقلاع عنه، وتجنب التدخين السلبي، واتباع نظام غذائي مليئا بالفواكه والخضروات، وممارسة الرياضة بشكل دوري. شاهدنا في هذه النشرة بقية التذكير بأبرز ما جاء فيها. أبناء القنيطرة والجولان المحتل يحيون الذكرى الأربعين للإضراب الوطني الشامل. شهيد في جنين واستمرار الاعتداءات على أهالي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. الكرملين: تخلي أوكرانيا عن الانضمام إلى الناتو يساعد في التفاوض بشأن الضمانات الأمنية. هذا كل ما لدينا، شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.